فيلمنا بتبدأ أحداثه في نهر من أنهار الصين العظيم. عرف إن بقالهم فترة أي صياد بينزل يصطاد بتطلع له أشباح نساء جوه المية وبيخطفوهم. علشان كده الصيادين قرروا إن هم ينزلوا في تجمعات، وفي يوم مجموعة من الصيادين قرروا إن هم ينزلوا كلهم مع بعض مرة واحدة عشان يونسوا بعض. ولما جم يصطادوا لقوا إن السمك متاكل وشكله غريب جدا، ودي حاجة رعبتهم وخوفتهم وخلتهم ياخدوا مراكبهم ويقرروا يهربوا جري على اليابسة. لكن لسوء الحظ إنه هم بيجروا بسرعة بدأوا يخبطوا في بعض وكلهم تقريبا وقعوا من المراكب، وكمان مراكبهم كلها اتقلبت ما عدا صياد واحد اللي عارف إنه يفضل في مركبته، لكنه ظهرت له حاجة من تحت المية شدته هو كمان. ولما نزل الصياد ده تحت المية لقى عالم تاني خالص، كمية لحم أبيض مش معقولة وأشباح لبنات كلهم أجمل من بعض. طبعا هو ما كانش مصدق عيني، ما كانش يعرف اللي هيحصل له بعد كده، لأننا بنعرف إن الأشباح دي بتخطف الرجالة وتعلقهم للشيطان ياكلهم. وعلى الشط بيبقى فيه ناس بيعملوا طقوس معينة كلها رقص وغنى، اعتقادا منهم إن جوه البحر فيه شيطان وإن الشيطان صوت الطبل بيطفشه، وبيكون الشط كله عبارة عن صور لناس مفقودين. أما ده بقى بطل قصتنا النهاردة دونج بين، ومعاه صاحبه لينج شاي، وبنعرف إنه قدر يوصل للمكان اللي بتتخطف فيه البنات وبياخدوا أشباحهم علشان خاطر يجيبوا بيها الرجالة. ولسوء الحظ من ضمن البنات اللي اتخطفت خطيبته وباباها، فهو كان رايح المكان ده عشان ينقذهم. ودونج بيقول للينج إنه هيدخل لوحده، لكن بيديله ورقة فيها التعويذة السحرية وبيقوله لو غبت عنك احرق الورقة دي هتلاقيني قدامك. فعلا دونج دخل لوحده، وأول ما دخل لقى المكان فاضي وكان بينده باسم خطيبته وباباها. لكن وهو بينده ظهرت له واحدة بتدخن بعض حشائش المرجوانة، فهو طبعا اندهش وسألها انت هنا لوحدك؟ قالت له لا طبعا. وفجأة المركب نور واكتشف إنه مليان بنات أشكال والوان، لكنه شاف خطيبته وسطهم، فاتفق مع البنت دي ان هو هيقعد مع خطيبته شوية. البنت وهي ماشية بتتحول لحد تاني، اتاري دي البنت المسؤولة ان هي تجمع الارواح للشيطان. ودونج اول ما بيشوف خطيبته بينبهر من جمالها، وكمان بيفتكر ذكريات بينهم وهم صغيرين انه يعرفها من زمان. وهي بتحاول تتقرب منه وفجأة بتاخده وبتوقعه في البحر عشان تغرقه. في الوقت ده لينج بيكتشف ان صاحبه اتأخر وبيطلع الورقة السحرية وبيولع فيها، وفجأة دونج بيرجع للحياة تاني بعد ما كان مات خلاص، وبيحاول ياخد خطيبته لكن هي بتكون مسحورة وبتحاول تقتله. وفي الوقت ده البنت الشريرة بتكتشف ان الطقوس باظت، تطلع كل الأشباح تهاجم دونج، ودونج فعلا بيقف يحاربهم كلهم وبتكون عنده قوة سحرية قادرة ان هي تحاربهم. لكن انا بصراحة مش عارفة هو تقريبا كان بيحاربهم بورق كوتشينة ده ولا ايه. المهم يعني دونج استغل ان الشريرة دي مش واخده بالها وخلى اوراق الكوتشينة تروح تخطف له حبيبته، عشان دي اوراق كوتشينة فما كانتش قادرة تشيلها، والاوراق كانت بتفلفص في الارض. ورقة بتقول للتانية شيلي معايا والنبي يا اختي. ودونج كان قلقان جدا في الوقت ده لحسن السحرة الشريرة تاخد بالها، لكن مش عارفة لحسن الحظ ولا لسوء الحظ ان لينج بيصحى. لكن وهو ماشي بيتكعبل في البنت، دونج في الوقت ده اتعصب جدا وفضل يقوله شيلها يا غبي واهرب بيها قبل ما الساحرة تاخد بالها، لكن هو استغبى. وعبال ما وصلت له المعلومة كانت الساحرة خدت بالها ودمرتهم كلهم، ومعجزة قدر ياخدهم هما الاتنين ويهربوا من المكان. اول ما طلعوا اول حاجه عملوها راحوا يدوروا على دكتور، ولقوا دكتور شكله غريب جدا، كانوا عايزين يرجعوا تاني لكن الدكتور قاملهم وخوفهم. بيعرفوا بعد كده ان ده دكتور بيتري، لكنه بيرد عليهم ويقول لهم ايه الفرق يعني بين البشر والبقر، ما الاثنين واحد. طبعا اول حاجه بيفكروا فيها ان هم يمشوا، لكن هو بيقفل عليهم الباب ويخوفهم. في الوقت ده الشيطان بيكون متعصب جدا وعايز يعرف مين اللي بوظ له الوليمه بتاعته، وبيعرف ان ده دونج بين. وبيكون الدكتور بيكشف على البنت اللي بنعرف ان اسمها ألفاونيا، بيقول لهم ان هي واخده ابره سحريه خطيره لو ما خرجهاش من جسمها هتموت في خلال يومين، وبيمسك الفاس بتاعه وبيبدا يقطع ويشفي فيها، وهما بيبقوا واقفين ورا مش مصدقين خالص ان هي ممكن تطلع من تحت ايده وتعيش. وبعد ما يخلص بيقول لهم انتهينا، فبيقولوا له ايه ماتت يعني؟ قال لهم لا دي عاشت.
وفعلا البنت بتفوق وبتبقى كويسة كمان. ودونج وصاحبه بيقرروا ان هما يطلعوا يدوروا على باي والد ألفاونيا، لكن بيظهر لهم راجل عجوز كده شكله غريب، بيفتكروه في الاول شحات، لكن بيقول لهم ان هو من الخالدين في الارض وان هو جاي يساعدهم، فطبعا بيستهزئوا بكلامه. لكن لحد لما الشيطان بيظهر لهم، وبيكون الطبيب في البيت مع ألفاونيا وبيقنعها ان حبيبها سابها ومشي، وبيقول لها ان هي لازم تروح تدور عليه، فهي بتقوم فعلا، لكنه بيروح وراها لانه هو بيكتشف ان هي خدت الفانوس بتاعه. بيكون في الوقت ده دونج مع الشخص الغريب اللي شافه هما ولينجي بيتخانقوا خناقة كبيرة جدا مع الشيطان. كل واحد فيهم بيكون بيحاول بالقوة السحرية اللي عنده انه هو يسيطر عليه، لكن ولا واحد فيهم بيكون قادر انه هو يسيطر على الشيطان. بعد ما بيجي الطبيب بيشوف الشيطان بيقوله امشي يلا يا ابو شخة يا صغير، فالشيطان بيزعل ويمشي، وده بجد على فكرة. يفضل الطبيب يضحك جدا من سهولة الموقف. بعد كده بيتعرفوا على بعض، والطبيب بيعرف ان ده من الخالدين لانه معاه نوع نبيذ غالي، حين ان الشيطان بيكون قاعد بيعاقب الساحرة الشريرة ومتضايق وغضبان منهم جدا ان هم زعلوه. وفي الوقت ده كلهم بيقرروا يرجعوا المركبة علشان خاطر يدوروا على باي أبو ألفاونيا. ينزل عليهم تراب غريب وبيكتشفوا إنه هو الشيطان حولهم لمكان في الأرواح بتاعت الأشباح الناس اللي قتلهم، وبتبقى الأرواح دي كلها شريرة وكلهم بيحاولوا يهاجموهم. ومن ناحية تانية بيكون الخالد مع الطبيب بيحاولوا بقدر الإمكان يسيطروا على قوة الشيطان الشريرة بالقوة الأسطورية بتاعتهم هما الاتنين. بنعرف إن الشيطان ومساعدته بيكون قوتهم أكبر. وفي الوقت ده ألفاونيا بتلاقي ايد في الارض فيها الخاتم بتاع باباها وبتحاول تحفر. دونج بيحاول يمنعها وبيوقف الاشباح لكنه ما بيقدرش، ويعرفها ان وجودهم خطر وانهم لازم يمشوا. واول ما الطبيب والخالد بيقدروا يسيطروا على الشيطان، هما بيرجعوا تاني للعالم العادي، ونفتكروا ان الجوله خلصت، لكن الشيطان بيطلع لهم تاني بشكله. دخلوا مع بعض معركة عنيفة جدا، بيحاولوا هما التلاتة بقواتهم السحرية ان هما ينتصروا فيها، لكن لسوء الحظ شيطان بيقتل لينج شاي وهو جايب لدونج الأحجار السحرية اللي هيقدر يحارب بيها الشيطان. دونج بيتأثر جدا بموت صاحبه، وده بيخليه يتعصب ويحارب الشيطان بأقوى قوة عنده، لغاية لما بيقدر بقوته السحرية انه فعلا يدمره، وبيقعوا كلهم وبيغمى عليهم. وده بيخلي دونج يحلم بالعهد القديم اللي بينه وبين ألفاونيا، وبيعرف ان هم كانوا عايشين في زمن تاني وتعاهدوا على السير معا، وفعلا فضلوا مع بعض لغاية اخر العمر. مش كده وبس، دول كمان بيظهروا ان هم بيعيشوا حيوات مختلفة مع بعض. لما بيروحوا بيت الطبيب بيشكر ألفاونيا، لكن بيعمل حاجة غريبة جدا، وانه بيطردها وبيقفل الباب في وشها. ألفاونيا طبعا بتفتكره بيهزر، لكنه بيثبت لها وبيديها كتاب مكتوب فيه انه مضاها وهي نايمة على فسخ الخطوبة، لكنها بتصمم وبتفضل واقفة لحد ما بيفتح لها وبيضربها حتة قلم بيخليها تفضل نص الفيلم الباقي مصدومة وبتسيبه وتمشي. ده انت كرامتك ولا كرامت منا. المهم بنعرف انه عشان خاطر يحارب الشيطان لازم يجيب سيف من مكان معين، كان ده مليان اشباح وارواح شريرة، فبيروحوا كلهم. لكن فجأة وهم ماشيين بيطلع لهم وحش كبير جدا بيجري وراهم لغاية لما بيخلص نفسهم، وبعد معاناة بيقدروا يوصلوا للمكان اللي فيه الحجر، بيستجمعوا طاقتهم علشان خاطر يقدروا ان هم يكسروه. الوحش لسه هيقرب عليهم، فجأة بتظهر ألفاونيا ومعاها آلة موسيقية بتعزف للوحش وبتاخده بعيد، وبيكون دونج قدر يكسر الحجر. وأول حاجة بيفكر يعملها انه يروح ينقذ حبيبته من تحت ايد الوحش، وفعلا بيروح بيكون الوحش لسه هيهجم عليها، لكنه بيقدر بالسيف بتاعه القوي انه هو يقتل الوحش ويخبطه في الشجرة. صب منها جدا وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا اصلا، ولا جاية ورايا ليه، انت يا بنتي ما عندكيش كرامة. ان الوقت كان بيجري، كان لازم يحاربوا الوحش قبل شروق الشمس. وبنعرف ان الوحش فعلا قدر يطلع من مكانه. مش كده وبس، ده بدأ كمان يهاجم القرية، واهل القرية كلهم كانوا خايفين لان الوحش دمر لهم عدد من بيتهم وكمان كل ناس منهم. بيدخلوا كلهم في شباك مع الوحش، واثناء الشباك ألفاونيا بتتصاب وبتموت. من قبل ما تموت بتفتكر العهد اللي بينهم، وبتفتكر ان هي في كل حياة من الحيوات اللي هتعيشها هتموت الاول، عشان كده دونج كان بيحاول يبعدها عنه لانه كان خايف يكون السبب في موتها في الحياه اللي هم عايشينها دلوقتي دي. وهم قاعدين وحاضنها فجاه بتموت وروحها بتتحول لفراشات وبتطير. ده بيخلي دونج يغضب تاني لان الشيطان كده تسبب في انه يخسر اعز اتنين ليه، وبيقدر بقوته السحريه وبالسيف السحري اللي معاه انه يقتل الشيطان ويبعده عن القريه، ويبقى عارف ان هو كده خلاص بقى من الخالدين، يقدر يشوف الناس اللي بيحبهم تاني. وفعلا بعد مرور فتره من الوقت بيقابل صاحبه لينج،
اللي بيكون اتولد من جديد مش كده وبس، ده كمان بيقابل حبيبته ألفونيا وبيقرر ان هو يمشي وراها ويبدأ معاها قصة حب من اول وجديد. وبس كده خلصنا، وتوتا توتا خلصت الحدوتة. عجبكم الفيلم اشتركوا في القناة واعملوا لايك، وقولولي لو عايزين ملخص معين ألخصه لكم.